رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نسأل الله سبحانه وتعالى قبول إخواني وأخواتي وأساتذتي. اليوم هنا نتكلم في الحقيقة لا نتكلم لكم وحدكم، وإنما نتكلم إلى كل الهند بل إلى كل العالم، ليعلموا جميعا أن دواءنا ليس إلا في القرآن، دواء كل إنسان وكل مسلم وغير مسلم، كل إنسان مهما كان فدواؤه في القرآن الكريم. لكن هذا الدواء موجود في صيدلية القرآن الكريم، ولا بد أن يكون هناك شخص حاذق عليم بهذه الأدوية في القرآن الكريم، ويقدم لكل مريض حسب مرضه دواء معين. وإلا لو ندخل إلى القرآن الكريم وكل يأخذ دواء قد يكون مضادا لدائه، فعند ذلك يكون هذا الاضطرابات الذي نراه. فلهذا الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة منه يرسل بين كل 100 سنة مجددا لهذا الدين. كيف يقدم الدواء من القرآن إلى المحتاجين إلى هذا الدواء؟ فالأستاذ سعيد النورسي رحمه الله هو في هذا العصر أخذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وجعلها بشكل رسائل صغيرة أو كبيرة، سماها رسائل النور. فرسائل النور ليست تأليف مشبه التأليف الأخرى أو الكتب الأخرى، لا، وإنما مستخلصة من القرآن الكريم، أدوية مختصخة من القرآن الكريم يقدمها لكل إنسان. فكل إنسان أيا كان هذا الإنسان عندما يقرأ رسائل النور يجد دواءه في رسائل النور. وهذا جربناه، لا نتكلم جزافا لا سمح الله، وإنما جربناه. وكل إنسان مهما كان درجته طالبا أو أستاذا أو مسلما أو غير مسلم يجد دواءه في رسائل النور، لأن رسائل النور مصدرها القرآن الكريم والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول أن رسائل النور في الوقت الحاضر علاج لهذا العصر. نعم، العصور الأخرى أيضا له علماء وأيضا له مجددين وأيضا له مفسرين، لكن هذا العصر يختلف عن العصور الأخرى من حيث الأمراض الجديدة التي ظهرت عندنا، فهذه الأمراض دواؤها في القرآن. ولهذا جزى الله القائمين بهذا المؤتمر بهذه الندوة، لأنهم أصبحوا سبب لتوصيل هذا الكلام إلى كل الهند أو إلى كل العالم كله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.